هنالك بعض المفاهيم وبعض المصطلحات أعتقد أنها من خلال التجربة ومن خلال الممارسة سوف تتضح. كان هنالك أيضا سؤال جد مهم، يعني وهنالك يقدر أنه يدير إشكال، يعني متى يعني نحدد أو العون يمكنه أن يحدد أن هذا المخزون مخزون مضاربة، طالما أنه لابد أن يكون التاجر مخزون، يعني وكم هي الكمية التي يمكن أن تأخذ بعين الاعتبار. هنالك صحيح يعني كما ذكرت إشكالية، ونعتقد أنه من خلال الحالات التي سوف يعني تقدم إلى العدالة سوف يزول هذا اللبس وتتضح الأمور. الحماية المثلى للتجار وللمتعاملين الاقتصاديين من المضاربة غير المشروعة هي أنهم لابد عليهم أن يحترموا القوانين المعمول بها في التجارة، أي أنه الشخص الذي لديه مخزون لابد أن تكون لديه فواتير عن البضاعة التي تم ضبطها عنده، لابد أن يكون شخص يتعامل في هذا الميدان ليس شخصا داخلا على هذا الميدان ولا يمت بأي صلة لعمل التجاري، لأن الشخص الذي يحوز على سجل تجاري يحوز على فواتير يمارس مهنته طبقا للقوانين المتعارف عليها لا يمكن أن يمسه أي أذى.